احنا دلوقتي لما بنيجي ندور بنفكر على العمله الصعبه وكيفيه ادخالها للدوله بجانب طبعا الهوت ماني يعني لكن احنا زي ما بندور على الاستدامه طبعا. النهارده احنا عندنا قناه السويس وعندنا طبعا الازمه الجيوسياسيه اللي في المنطقه وبعد كده عندنا السياحه وعندنا تصدير المواد البتروليه او الغير البتروليه وتحويلات المصريين في الخارج صح. نقدر نعمل ايه بالنسبه لتحويلات المصريين في الخارج عشان نبتدي نزودها الفتره الجايه بحيث انها تعوض ولو جزء من التأثير اللي حصل من دخل قناة السويس؟ هي بدأت بالفعل تعوض، يعني بدأت بالفعل تزيد في الربع الأخير بعد مارس، لكن يمكن لو خدناها في خلال العام المالي كله هنلاقيها قلت، لكن في الربع الأخير تحسنت بنسبة تفوق تقترب من 80%، ودي نسبة معتبرة. وطبعا واجهت هذه الزيادة ان بقى عندي سعر صرف واحد، فدي مسألة مهمة. قناة السويس ما زال التأثر يعني أثر عليها خلال عام بحوالي 25% الهجمات المعروفة يعني هجمات الحوثي والوضع الجيوسياسي، وبالتالي هذا الوضع يعني نتطلع ان هو يتم حله للعام القادم، لان ده مصدر مهم جدا للنقد الاجنبي بالنسبه لمصر طبعا. والسياحه ممكن تعوض هذا الجانب. ايه نوع الانواع ايه نوع انواع المبادرات اللي احنا محتاجينها عشان ندعم ونشجع المصريين في الخارج ان يبتدوا يحولوا فلوسهم؟ بص انا بعتقد ان في الاخر هو بول واحد، هو وعاء واحد اللي احنا بنستهدفه، تحويلات العاملين. هتحولوا وتقول لهم هعمل لكم عربيات، هعمل لكم شقق، هو نفس المبلغ اللي كان داخل هيجي لي بشكل او باخر. بالظبط. فانا كل اللي محتاج ان انا اعمله الاوعيه اللي ممكن تكون جاذبه ليهم هي شهادات ادخار. انا بفكر مثلا ان ممكن يكون في بعض شهادات الادخار اللي اتعملت في فتره من فترات تكون بالعمله الصعبه بالدولار مثلا، لكن بتصرف العائد بالجنيه المصري وفي اخر الفتره اخد فلوسي دولار. دي ممكن تكون جاذبه جدا للاموال العاملين في الخارج، وجاذبه ان هم يحطوا فلوسهم بالعمله الصعبه داخل الجهاز المصرفي، ما يبقوش حريصين ويبقوا حريصين على تحويلها فيما بعد لو بعد كده عملت لهم وعاء طبعا بسعر فايده عالي جدا بحيث ان هم يحولوا. والبنك الاهلي قال ان الفتره اللي فاتت 90% من الدولار اللي جه كان بيتم تحويله للجنيه المصري، ده ما كانش بيحصل في الفتره اللي قبليها لما كان عندي الازمه، كان العكس، كان 10% بس اللي بيتحول. بالنسبه للفورين دايركت انفستمنت او جذب المستثمرين الاجانب نعمل ايه عشان نبتدي نزود الجزئيه ده والبند ده، لانه ده اهم بند. هو ده اهم بند، وهو ده البند اللي دايما حتى الصندوق في كلامه الاخراني بيقول لك هو انت مش هتقدر تسند العمله الوطنيه غير بالتدفقات اللي من هذا النوع، الاستثمار المباشر، استثمارات الحافظه تخوف. طبعا في انواع من استثمارات الحافظه وداخله في الستوك ماركت في الاسهم غير لما تخش في ادوات الدين زي ما بتحصل. تمام. لكن لما بنبص على الاستثمار المباشر هو ده الاكثر استدامه، هو ده اللي انت محتاج تجذبه ببيئه حاضنه للاستثمار. بقى النهارده عندنا وزير استثمار زي ما توقعنا والحمد لله جاب وزير استثمار فاصبح الحقيبه ليها صاحب. اتمنى ان المضي قدما وسريعا في هذا المجال نبتدي نلمسه، حتى الـ يعني المتابع للبروجرس او التقدم في مساله تخارج الدوله، لان دي برضو وسيله منفذ كويس قوي يدخل من خلاله المستثمر الاجنبي بسرعه. بالظبط. المتابع ده هيجد ان ما زال في بطء شويه في هذا السياق، واعتقد ان كان في المفروض قانون يقر، كان طلع في مايو من مجلس الوزراء لم يقر لسه في البرلمان. السبب قانون اللي هو بتاع وحده الوحده لاداره الاصول دي. بالظبط. مش عارف ليه متاخر، يعني انا محتاج اسال، انا عايز اعرف. طيب احنا بالنسبه لنا لما بنيجي نتكلم عن فورين دايركت انفستمنت نلاحظ ان هم التركيز على القطاع العقاري. لكن القطاع العقاري في الاخر هو مش ريعي. مستدام. يعني هو السنه دي سنتين ثلاثه الكومباوند خلص. صح. خلاص. صح. هيبقى ايه، مش زي لما يبقى مصنع وانتاج. صح. وعماله شغاله وتصدير. فهنا النقطه نوع كمان الفورين دايركت انفستمنت هل احنا محتاجين نركز عليه؟ طبعا لازم. انا لما استهدف انا بستهدف بايه؟ بستهدف بمحفزات، محفزات بقى مش بالشكل التقليدي اللي هي الاعفاءات الضريبيه اللي احنا لسه بنقول مش عايزين نعملها، محفزات باشكال مختلفه جدا، بتسهيلات، ببدائل تمويل ميسره، ما ترهقش الجهاز المصرفي من خارج الجهاز المصرفي، بامتيازات في المشتريات الحكوميه، بحاجات كتير قوي ممكن نفكر فيها. انا اقدر اوجهها ازاي؟ بوجهها للنشاط اللي انا عايز ازكيه، انا عايز نشاط صناعات معدنيه يبقى انا هوجه معظم هذه المحفزات للصناعات المعدنيه، لو انا عايز صناعات نسيجيه هعمل كده لان انا عايز اشغل قوى عامله كبيره وانا عندي مشكله في القوى العامله وهكذا، لازم ابقى انا عندي مستهدفات في الخطه بتاعتي. الناس هتفضل دايما الريال استيت لانه سهل ولانه بيجيب عائد كبير جدا على الاستثمار وعلى عدد المواطنين كتير. ف
فهيقول لك ادخل اشتري هنا اعمل كده، لكن في الاخر زي ما حضرتك قلت كده ممكن يبقى عندي ابقى انا عمل بملا في فقاعه، لكن استغلالها حتى على مدار العام ما زال محتاجين نشتغل عليه. احنا عايزين نشتغل بقى على ان الساحل الشمالي ده كله يستغل على مدار العام عشان نستفيد من المحفظه العقاريه الكبيره اللي بقت موجوده عندنا. السؤال اللي محتاج اساله لحضرتك اقوى